أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا وإياكم فيه تقوى وهدى وعلما نافعا، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، ونحن في هذا الشهر المبارك نتنعم بلحظاته والأنس بشيء من نفحاته، نستكمل وإياكم شيئا مما بدأنا فيه، وهو الحديث عن حالنا مع هذا القرآن وروحه في رمضان وما هو حالنا وواقعنا. أيها الإخوة الكرام، الكثير من الناس اليوم لا يمكن أن ينتهي يومه إلا وقد طالع صحيفته الفلانية، صحيفته المفضلة، لا يمكن أن ينتهي هذا اليوم إلا وقد طالعها من أولها إلى آخرها، 100 صفحة، 20 صفحة، 30 صفحة، 40 صفحة، لا تزيد أو تنقص، لا يمكن أن يتركها إلا وقد قرأها في ذلك اليوم، يقرأها من أولها إلى آخرها، لا يخرم منها خبر ولا ينقص منها مقال. ولو جاءه شخص وقال له أن الخبر الفلاني نزل في الصحيفة الفلانية، قال لا، تلك الصحيفة أنا أقرأها وليس فيها ذلك الخبر، لا حرج. الكثير منا أيها الأحبة في هذه الأيام وفي غيرها لا يمكن أن ينتهي يومه إلا وقد طالع ما يتعلق به في مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والواتس وغيرها من الأشياء التي أصبحت اليوم في واقع الناس شيئا ملحا لا يمكن الانفصال عنه، وجمعت الناس ودمجتهم، وأصبح الناس قريبون من بعضهم وكأنهم عائلة وأسرة واحدة. الكثير من الناس لا يمكن أن ينتهي هذا اليوم إلا وقد طالع هذه الأشياء وقرأها وربما عقب عليها ورد عليها وربما عاتب فيها، وربما يطول الحديث والنقاش في أشياء في مجموعات وتغريدات كثيرة. لا يمكن أن ينتهي اليوم إلا وقد تابع هذه الأشياء وانتهى منها، لا حرج. الكثير منا أيها الأحبة لا يمكن أن ينتهي هذا اليوم إلا وقد طالع نشرة الأخبار، أو قلنا